تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. الرياضيات الصف الخامس الجزء الثاني الوحدة الخامسة الدرس الثامن تمارين ومسائل. أولا، اكتب النسب الآتية باستعمال رمز النسبة المئوية: ألف 18 على 100، 18 على 100. الحل 18 على 100 تساوي 18%، نضع إشارة بالمية. ب 27 إلى 100، ب 27 إلى 100. الحل 27 إلى 100 تساوي 27 على 100 وتساوي 27%. جيم 500 إلى 100، جيم 500 إلى 100. الحل 500 إلى 100 تساوي 500 على 100 وتساوي 500% لإشارة المئوية. دال 63%، وتساوي الحل 63% مع الإشارة المئوية، إشارة النسبة المئوية. التمرين الثاني، اكتب النسب المئوية الآتية بصورة كسور في أبسط صورة: ألف 35%، الحل 35% تساوي 35 على 100 وتساوي 7 على 20. ب 40%، الحل 40% تساوي 40 على 100 وتساوي 2 على 5. جيم 160%، الحل 160% تساوي 160 على 100 وتساوي 8 على 5، والتي تعادل 1.3 على 5. دال 22%، الحل 22% تساوي 22 على 100 وتساوي 11 على 50. ثالثا، حول كل مما يأتي إلى نسب مئوية: ألف 1 إلى 4، سنحول التالي العدد إلى 100 وسنضرب به 25، 1 ضرب 25 على 4 ضرب 25 وتساوي 25%. ب 12 على 10 سنحول تالي العدد إلى 100 ونضرب بالعدد 10، 12 ضرب 10 على 10 ضرب 10 وتساوي 120%. جيم 6 على 8، حسنا، إنها ليست في أبسط صورة. 6 على 8 تعادل 3 على 4، 4 سنضربها ب 25 لتصبح 100، 3 ضرب 25 على 4 ضرب 25 وتساوي 75%. دال 7 بالعشرة، نعم 7 على 10 سنضربها ب 10 ستصبح 70%. ها 1.3%، نعم تعادل 103%. التمرين الرابع، عدد طلبة الصف الخامس الأساسي في إحدى المدارس هو 200 طالب، نجح منهم 95%، ما عدد الطلاب الراسبين؟ حسنا، نجح 95،
هاي نسبة الناجحين. لمعرفة نسبة الراسبين نقول 100% ناقص 95% بيطلع عندنا 5% هي نسبة الراسبين. نضرب نسبة الراسبين في مجموع عدد الطلاب الكلي بيعطينا عدد الطلاب الراسبين. 200 طالب ضرب 5 على 100 بيطلع عندنا العدد 10. عدد الطلبة الراسبين هم 10 طلاب. التمرين الخامس: أعلن متجر عن خصم 15% من القيمة الإجمالية لفاتورة المشتريات. إذا بلغت فاتورة مشتريات فارس 150 دينارا، ما المبلغ الذي سيدفعه فارس؟ حسنا، رح نضرب المبلغ كامل فاتورة 150 ضرب مبلغ الخصم 15 على 100. 150 ضرب 15 على 100 تعادل 22.5. هذا مبلغ الخصم. إذا خصمنا مبلغ الخصم من المبلغ الفاتورة كلي 150 ناقص 22.5 يعطينا 127.5 دينار، هو المبلغ الذي سيدفعه. التمرين السادس: رصدت الأيام المطرية في 3 أشهر من فصل الشتاء فكانت 45 يوما. اكتب النسبة المئوية للأيام المطرية في هذه الفترة على اعتبار أن الشهر 30 يوما. حسنا، لمعرفة عدد مجموع الأيام عندنا 3 أشهر ضرب كل شهر 30 يوم، 3 ضرب 30 عندنا 90 مجموع الأيام، منها 45 مطرية. فرح نحط 45 على 90 لمعرفة النسبة. 45 على 90 والذي يعادل 5 على 10، كنسبة مئوية بتكون 50%. ف50% من الأيام كانت أيام ماطرة. إلى اللقاء في المراجعة والوحدة الثانية.